السلام عليكم. من كان اليوم بعد تعادل طلبة مع نفط البصرة في البصرة، يعني لو كان الطلبة بوضع الطبيعي نتيجة معقولة، يعني خارج ملعبك مع نادي من المحافظات تتعادل، والفرق بعد ما عاد فريق صغير وكبير، لكن هو مجمل الموسم الجمهور غاضب. على مجمل موسم يعني لو كان طلبة يحقق نتائج طيبة خلي يتعادل مرة ويخسر مرتين ماكو مشكلة ويفوز مرات، لكن أكو مقولة البعض يكتبها بالفيسبوك والمواقع ويرددها مرات، يقول الطلبة جمهورة من أسوأ الجماهير، وأنه جمهورة يعني ينتقدون الجمهور، وأنا ما أقبل. ويتذكرون تابعوني وأصدقائي واللي يشوفون منشوراتي دائما ما أقبل هاي المقولة، لكن اليوم يعني شكيت أن الموضوع قد يكون به صحة. ليش؟ اليوم هم رجعوا وقالوا على الإدارة أن تفعل كذا، أن تقيل أحمد صلاح، أن تبقى أحمد صلاح، أن تجيب غير أحمد صلاح، أن تفعل كذا. يا أخوان نشرت وقلت لكم وصوت بح، وجاي راجع طبيب وإذن وحنجرة على مود تعبتوني. إدارة شنو اللي تغير أحمد صلاح؟ والإدارة ليش تبقى للموسم الجاي؟ إدارة مؤقتة انقلابية، ليش ما تقولون ما علينا بأحمد صلاح يروح هو والإدارة وياه؟ ليش ما تقولون على وزير التعليم العالي، على وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية بالوكالة، اللي هم ذولا من صلاحيتهم ومن عملهم إنه يجرون انتخابات بأي إدارة نادي هيئته مؤقتة؟ الميناء والطلبة لازم إدارة دائمية، وبعد إذا كنا نادي بالعراق فهموني وذكروني وطالبوا. اي انسان يكتب على الاداره ان تفعل كذا في الموسم المقبل، طبعا الموسم هذا هي ماسكه بعدي، هذا انا اعتبره مو ويا الطلب ولا يحب الطلبه، شاء من شاء وابى من ابى. اللي طالب بان اداره الطلبه الحاليه الانقلابيه تسوي شيء للموسم الجاي هذا ما يحب الطلبه من صميم قلب. لا حد يزعل مني، تحياتي.